مرحبا فيكم حبايبي برج الحوت، فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عاملة. أوه شوف، في موضوع رح يكتمل، في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل، رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية. فأنا عم بشوفها يعني كارت كتير إيجابي، أنت عم تركز على هذا الموضوع، عم تحاول تنهي الموضوع هذا على خير، من ناحية إنه ترتبط خلص بالشخص اللي أنت حاطه في بالك، أو إنه يعني فالموضوع عاطفي بجدارة. خلينا نشوف إذا شو مخبي لنا هذا الشهر للحوت. الحوت بتوقع يعني بلشت تتنفس من بعد فترة قاتمة كانت. شايفة كل اشي عندك هاي الفترة يا حوت، شايفة عندك نجاح عملي، نجاح عاطفي من بعد صراعات، صراع نفسي، كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بنفس الأمور، بنفس الشخص، بنفس الموضوع، لحديت ما سبب لك هذا الموضوع مثل يعني هدك، يعني بطلت تستوعب، بدك خلص نتيجة بكل الأحوال، بدك تسرع الأمور، بدك تغير شخصيتك، بدك تغير المحيط تبعك. كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك. عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى إنك تكون ناجح، عم تنجح بأكثر من إطار، بأكثر من شغلة، في أمور أو مهام، أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك، في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك، ورح تحقق فيها نجاح. هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدول اللي كان في بيناتهم وبينك صراع، رح يصير في حسد أو كذا، فدير بالك منهم، همشهم، ما يعني ولا كأنهم موجودين. شايفيت لك على في محكمة على نجاح، في ممكن يكون طلاق، حضانة أولاد، ممكن يكون في محكمة معينة، ممكن حتى زواج، راح تكون على نجاح. خلينا نحكي الأبراج بشكل عام، في عنا جوزاء، سرطان، ثور، في أبراج نارية كثيرة يعني، في هوائية كثير عم بتكون، وفي ترابية شوي. طيب شايفة في شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما، يعني ممكن تكون عكسية، ممكن تكون لا، فديروا بالكم. هذا الشخص، في شخص غلط في حقكم، سبب لكم يمكن هون صراع نفسي، أو سبب لكم مثل أزمة نفسية، أرق. هذا الشخص راح يعرف غلطه، رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء، أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك، رح يكون رافع يعني راية السلام، ما بده مشاكل، تعب من المشاكل، هو أساسا حياته مليانة مشاكل، ويعني غيرك أنت. فعم بشوفكم اجتماع، عم تجتمعوا مع بعض، عم بتوجوا هاي العلاقة. شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة حب ضمن العمل، ممكن تكون شايفة في انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص، أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسه من بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كذا. شايفة الأمور رح تنعكس، شايفة إنه في علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل. هون مبين شايف في عندك شوية، ممكن تكون مشكلة صحية، ممكن حادث بسيط، ممكن شغلات من هالنوع، لكن ما بتأثر بشكل عام، يعني هي شغلة خفيفة جدا، أو ممكن عملية جراحية تكون،
ممكن يكون معنى الكرت انه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية، من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف، عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكثر. ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه، هذا الشخص شوي صعب اتخاذ القرارات، هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماما، فنكون شوي، بس هو بحبنا احنا بنحبه، لكن عم بيكون في شوية مش تلاعب، ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضوج كفاية بشوفه هذا الشخص، فنكون يعني منتبهين لهاي القضية. نشوف كمان على العاطفة، هون عم بشوفك في أشخاص عم يدعو لك في الليل يا برج الحوت، عم بحبوك من قلبهم، يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم إناث، عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق لإلك، ففي أشخاص بحبوك يعني نيالك، في عندك حب حقيقي اللي قلنا عليه، ولكن زي ما قلت لك انت فعلا راح تكون حريص من هذا الشخص. شايفة تغير عندك، تغير جذري من ناحية الحب والعلاقة، تغير في خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة، في تجديد على هذا الصعيد. شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير خلينا نقول معاه زمام الأمور وهو متحكم بالأمور، عم تنقلب الورقة، عم تنقلب يعني الآية، شايفه عم يتطلع لك حتى وهو معك وحتى وهو بعيد، شايفه انه شايفك مثل الجوهرة، مثل الشغلة اللي ما رح تتكرر، لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير، العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار، لكن شايفة بعديها في انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك، في انتصارات ولكن طعمها حلو، يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب، لا، يعني انك كسبت الحبيب والحبيب كسبك من بعد العلاقة الثلاثية، من بعد تدخل يمكن من العائلة، هو مش شرط يكون خيانة او كذا، المهم انتوا راح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة، يعني بثقة بالنفس، راح تكون متبادلة ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك ناحيته. خلينا نشوف عقلك الباطن أكثر إشي هاي الفترة على شو عم بيركز، شو عم بتهتم أكثر شيء. طلعت لك لحالها، أوه حلو، هون عم بشوف اللي هو تحسن مالي، او التحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة تطور بالعمل، فشايفة انه التطور بالعمل، في امنيات في العمل، في ترقيات اكثر من ترقية في هاي الفترة، مع الترقيات كمان في وفرة مالية، فجدا انت راح تكون مركز على هذا الموضوع وراح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله خلال هاي الفترة. شوف إذا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت. نفس الكارت اللي بشوي. هون بيطمنك، بالعكس مش تحذير، بيطمنك إنه معاك مفتاح قلب الحبيب، معاك مفتاح كل شيء بالفترة الجاي، أنت راح تكون مسيطر، راح تكون مش عم تلعب بالحبيب، لا، راح ترجع حقك من الحبيب كيف بيقولوا وزيادة، يعني رح تركز على انه ترجع حقك منه، هو غلط يمكن معاك بواحد واثنين وثلاث، رح تساوي هاي الامور، ترجع كرامتك منه، بعدين تبلش معاه صفحة جديدة، لانه مبين انه الاثنين انتو مالكين قلوب بعض، انا هيك شايفة بالكرت اكثر شيء. نشوف الكروت اذا في نصيحة معينة. ميركلز بيقول لك في معجزات، في مثل الحبيب، الحبيب ممكن يقدم لك شيء، ممكن يقدم لك شيء انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص،
كنت خلص فاقد الأمل في هذا الشخص، أو مش حاطط عليه كتير يعني اعتماد، أو كتير طموحاتك ما كنت حاطها كتير على الشريك، عم بتشك فيه بنوايا، ولكنه رح يقدم لك كتير أمور مثل تطمينات، مثل هو رح يكون صلاح الدين يمكن، مثل بيقولوا له مصباح على الدين أو شيء، رح يكون مثل هيك، ما بعرف، إن شاء الله يكون يا رب. بس عم يعني بسحب كروت نصايح، مو شرط كل الأبراج نفس الكروت، يعني عم بستعمل كروت مختلفة لأبراج مختلفة. هو أصلا وقع لحاله. أوه، شايفة فستان زفاف، شايفة مثل زفاف أو حفل زفاف أو إعلان، announcement، إعلان ل موضوع عاطفي، وأكنه رح يعلن عنه في هاي الفترة، فإن شاء الله يا رب للناس اللي حابين. يعني خلينا نشوف الكروت الرومانس مثلا. حلو، طلعت لك مثل بيقول لك I bring you a message from your deceased loved one، بيقول لك أنا عم بحمل لك رسالة من الحبيب القديم أو الحبيب اللي موجود، عم بيقول لك إنه هو سعيد وبسلام، بيقول لك إنه بحبك كتير، I love you very much, please don't worry about me. هذا الكرت طلع أكثر من مرة، فهاي رسالة من الحبيب، ورسالة كتير حلوة. فحبايبي برج الحوت، شوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة، ممكن تكون انقلب. أوه، ميموريز. العلاقة رح تكون أكتر شيء عم بتركزوا على الذكريات، عم بتحاولوا تعيشوا الذكريات من أول وجديد، عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات، أو العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة، فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة، وترجعوا تعيشوها في نفس الأماكن بنفس الطريقة، ما بعرف كيف، بس هو هيك كان الكارت حبايبي برج الحوت.